نقابة المهن الموسيقية تصدر قرار برئاسة الفنان هاني شاكر ضد عمر كمال بخصوص تهمة الإساءة لمصر. وانتشار فيديو لبنت بترقص في وسط الشارع وهي سكرانة بأحد الشوارع العامة في الرياض بالمملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة مع سيف ترند. ما زلنا بنقدم لحضراتكم أهم المحتوى الرائج على السوشيال ميديا وأخبار الفن والنجوم. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم عن البيان اللي أصدرته نقابة المهن الموسيقية ضد عمر كمال بتهمة الإساءة لمصر. وطبعا النقابة أعفت عن عمر كمال بعد ما خليته يمضي على تقرير ان هو مش هيعمل اي حاجة او اي فيديوهات او ينشر اي فيديوهات زي الفيديوهات اللي نشرها دي. وطبعا الفنان هاني شاكر كلف الحاسب الآلي في النقابة وإدارة الشؤون القانونية ان هم يبحثوا لما عمر كمال قال ان الفيديوهات او التويتات دي ما تخصنيش، وبالفعل بحثوا في الحاجات دي وما لقوش ان الصفحات او المواقع اللي نشرت الحاجات دي تخص عمر كمال. وطبعا هنا عمر كمال مضى على اقرار ان هو مش هيكرر الموضوع ده مرة تانية، وده بخصوص القرار اللي اصدرته نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر. وده كان بالنسبة لاول خبر معانا. ندخل على تاني خبر معانا، وهو بنت بتقلع ملابسها وترقص في احد الشوارع العامة بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وطبعا الناس كانت عمالة تصورها وكان واضح ان هي سكرانة لانها كانت مغيبة تماما، والحركات اللي هي كانت بتعملها بتدل على انها كانت سكرانة ومغيبة عن الواقع اللي احنا عايشين فيه. وطبعا الناس بتصور وبتقول انها سكرانة، وده حضراتكم ممكن تسمعوه من خلال الفيديو. الدنيا صايعة يابا، الدنيا طزعة. اي والله ايوه وطبعا لما نيجي نتكلم عن الادب والاخلاق هنلاقي ان كل جيل بيبقى انيل من الجيل اللي قبله، وكل ما بنطلع قدام بالعمر بنلاقي الناس بتقلع اكتر والناس بتبدا تنشر حاجات ملهاش اي لازمه، وهو ده الحال اللي احنا وصلنا بيه. ونرجع بعد كده نتكلم ونقول هو احنا ليه مش بنطلع خطوة قدام، ليه كل خطواتنا بنرجعها ورا؟ لان علاقتنا بربنا قلت، علاقتنا بربنا تقريبا شبه متقطعة دلوقتي، بقى كل همنا نلبس ايه، ناكل ايه، النت شغال ولا مش شغال، يا شيرت عدد لايكات، عدد المتابعين وصلوا معاك قد ايه، ده كل هدفنا في الحياة. انما مفيش حد بيكون هدفه في الحياة هل صليت النهاردة، هل انت ندمان على مثلا معصية انت عملتها. لازم كل واحد يراجع نفسه قبل ما ينام، هل اللي انا بعمله ده غلط ولا صح ولا ايه بالظبط، وكل واحد عنده ضمير بيحكمه علشان يقدر يكمل في الحياة. والحاجة اللي تغضب ربنا منك بلاش ان انت تعملها، ومش عيب، كلنا بنغلط، لكن احسن واحد يغلط هو اللي يعترف بغلطه، ويرجع لربنا مرة تانية. واتمنى من السلطات سواء كانت بقى في السعودية او في مصر او في اي دولة عربية، لاننا كلنا بيجمعنا دين واحد ووطن واحد في النهاية، اي حد يعمل كده لازم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده، لازم الشخص ده يتجاب ويتحاسب، علشان النهاردة بيبقى واحد بعده يبقى اتنين بعده عشرة بعده مية، ومش هنقدر نسيطر على الموضوع. وده أصبح مرض منتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الدنيا كلها، فاحنا لازم نكون حريصين على أفعالنا وعلى الكلام اللي احنا بنقوله، لأن كل حاجة بنعملها وكل حاجة بنقولها هنتحاسب عليها قدام ربنا سبحانه وتعالى. ولحد هنا وصلنا نهاية حلقة النهاردة. ياريت فضلا وليس أمرا ما تنساش تدعم الفيديو باللايك وتشترك في القناة لو أنت مش مشترك، ولو أنت مشترك ما تنساش تفعل الجرس عشان يوصلك مننا أشعار بالفيديوهات الجديدة أول بأول. وكالعادة منتظر حضراتكم في التعليقات. انتظرونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.